وصل معكم من قناة طيبة بأسوان، وفي أن نتوقف في محافظة البحر الأحمر، وتحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انطلقت فعاليات ورشة العمل التدريبية الوطنية حول تقييم المخلفات المبعثرة على الشواطئ، والتي ينظمها جهاز شؤون البيئة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ومحافظة البحر الأحمر. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ورشة العمل تهدف إلى تدريب الكوادر الوطنية المصرية على طرق تقييم المخلفات المبعثرة على الشواطئ في ضوء الدليل الاسترشادي لرقابة وتقييم المخلفات الساحلية، والذي قامت بإعداده الهيئة الإقليمية بالتعاون مع وزارة البيئة. من البحر الأحمر تفاصيل وفاء مع الزميل عبد المنصف العماري. انطلقت فعاليات ورشة العمل التدريبية الوطنية حول تقييم المخلفات المبعثرة على الشواطئ، التي ينظمها جهاز شؤون البيئة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن تحت رعاية محافظة البحر الأحمر. النهاردة الورشة بتبحث عن موضوع النفايات المبعثرة، وهي ما بين الهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر ووزارة البيئة المصرية بالتعاون على مع بعض الجهات المعنية والمؤسسية هنا في محافظة البحر الأحمر. النهاردة بنشوف ايه هي المشكلات الناتجة عن تبعثر النفايات القادمة من البحر وتأثيرها على الموارد الطبيعية، وتقييم النفايات دي بيكون في شكل علمي وشكل مدروس، وبالتالي بيخدم المهتمين بعملية تصنيف ومراجعة كمية المخلفات اللي بترد الى الشواطئ او بترد الى المناطق البحرية. مصر استراتيجيتها بتسعى الى خفض كمية الملوثات، وهناك العديد من الأهداف اللي تم نشرها خلال الفترة الماضية عن طريق التنمية المستدامة وعن طريق بعض المبادرات من وزارة البيئة. وبالتالي العمل الإقليمي على مستوى البحر الأحمر هيساعدنا ويساعد جمهورية مصر العربية في بحث هذا الموضوع وفي تقليل والحد من كمية المخلفات ودراسة ما هي التأثيرات المختلفة من أنواع النفايات المختلفة على شواطئ البحر. تأتي فعالية هذه الورشة التدريبية اللي تقييم النفايات على الشواطئ ضمن إطار التعاون بين الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ووزارة البيئة في جمهورية مصر العربية. الهدف منها كيفية تعليم أو تدريب الكوادر الوطنية في عملية التقييم للنفايات البحرية المبعثرة على الشواطئ بعدة طرق معينة، ويتم تحديد ايش الهدف من هذه الورش، تحديد الهدف من هذه التقييم. طبعا هذه الورشه التدريبيه ضمن اطار الخطه الاقليميه للنفايات البحريه في منطقه البحر الاحمر خليج عدن، وضمن اطار الرئيسي ايضا تحت الخطه الوطنيه لجمهوريه مصر العربيه لكيفيه اداره النفايات في منطقه البحر الاحمر. بالطبع هذه الورشه هي من ضمن الإجراءات التي تمت دراستها أو تم أيضا رصدها ضمن الخطة الوطنية، عمل الخطة الوطنية لإدارة النفايات البحرية في جمهورية مصر العربية على البحر الأحمر. الورشة بتتناول تقييم للنفايات البحرية والمخلفات التي بتكون على الشواطئ البحرية في جمهورية مصر العربية، وبالأخص شاطئ البحر الأحمر اللي هو معني بالمنظمة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن هي المعنية به. الورشة تناولت جزء منها محاضرات نظرية عن المخلفات وتصنيفها وإزاي نقيم المخلفات وإزاي طريقة التجميع والتصنيف، والجزء الثاني هيكون عملي. اخترنا شاطئ من الشواطئ البحرية هنبدأ نشتغل فيه تجميع وفرز ووزن وتصنيف المخلفات، ده النشاط بتاع الورشة كامل. تهدف الورشة التدريبية إلى تدريب الكوادر الوطنية المصرية على طرق تقييم المخلفات المبعثرة على الشواطئ في ضوء الدليل الاسترشادي لرقابة وتقييم المخلفات الساحلية.